أنت خليل؟ مين خليل يا أختي؟ خليل! خليل! خلاص بقى سهر، شوفي عيونك كيف صاروا من البكي. ما قلتلي شو صار معكن حبيبتي؟ يا ترى شفتوا لخليل وحكالكن شي؟ شو بده يحكي يعني؟ مو لازم يجي بالأول؟ حكي كان كله كذب. وأخيراً حمل كبير ونزاح عن ظهري. بهالطريقة مستحيل خليل يقدر يفكر يقرب من جلنار أو يحكي معها كلمة. سكرنا له تمه وما عاد يقدر يحكي. قديش نحن محظوظين لحتى يطلع عمر شريكة لأمل. صح إنك وحدة مجرمة، بس بتوقع إنه عندك شوية ذوق وما رح تضلي عند حدا مطايقك. يلا بقى انقلعي. هاي مجرد البداية. مدربي القديم قال لي إنه إذا قدرت أثبت حالي ممكن خلال سنتين انتقل على فرق دوريات أكبر، وهنيك بصير وضعي وفرصي ممتازة، بس أكيد لازم أتعب على حالي وحاول أشتغل قد ما فيني. أنت ما بنخاف عليك، أدو زيادة. شو هالسرعة؟ أنا لسه ما خلصت الأولى. إذا أنت كنت بطيء أنا شو دخلني؟ ما رح تقدر توقف إذا ضليت على هالسحبة للمساء. خلاص حل عنا يا. حتى لو شربت القنينة كلها أنا ما دخلني فيك، بس عم أنصحك على هالحالة رح تضيع البيت. أبصر هالولد وين عم بيصيح هلا. حبيبتي عائشة ممكن تجي معي شوي؟ شوفي نوال، قلي لي آسيا حسيت بشي؟ أكيد حست جلنار وسألتني 100 سؤال. سألتني إذا بعرف عنك شي أو إذا شفناك إجيتي على اسطنبول. كمان صارت تقول إنه رح نندم إذا بتحس إنه نحن عم نخبي عليها شي. طيب وشو قلتي لها؟ بصراحة تلبكت كتير وبعدين اخترعت لها كذبة. قلت لها ما شفتك من هداك اليوم، وأكدت لها إني إذا شفتك مستحيل خبي عليها ورح خبرها بكل شي. ماني مطمنة أبدا. الحق علي نوال، حطيتك موقف محرج. لشو هالحكي جلنار؟ أنا بس بدي إياكي تعرفي إنها عم تسأله في احتمال تجي. آسيا ما عندها مزح بهذا الموضوع. إذا شكت إنه عم نخبي شي ممكن تجي فجأة بدون ما تخبرنا. بصراحة خايفة تكون ما صدقتني. مزبوط كلامك. أنا بعرف إنه إذا شافتني هون رح تقلاني ورح تمنعني أشوف أولادي أو حتى ألمحهم. وممكن تعمل أكتر من هيك جلنار، يعني شي ما منتوقعه. أنا ما عاد تفرق معي بنوب نوال. كان عندي شوية أمل وسهر بحكي قتلته وجرحتني ووجعتني. كلام اللي قالته اليوم دبحني صدقيني. آسفة لا تواخذيني، نسيت أسألك، خليل إجا على الموعد ولا لا؟ ما إجا، ما حدا إجا. يمكن حدا ضحك علي وحب يتسلى وقال إنه خليل. طولي بالك. صعب جلنار، مو معقول كل واحد قالك إنه هو خليل تصدقي وتتأمل ويطلع هو عم يتسلى. أنا عم أحكي من شانك لأنه مو معقول تعيشي بهذا الوضع. هلأ سهر حقدت علي أكتر من قبل. لما ما إجا خليل فكرتني عم كذب نوال،
وعم بتضحك عليها مشان تسامحني. قسيت علي بالحكي، قال ما أنا بحاجتي بنوب، قالت لي ما عاد بدها تشوفني. صدقيني ماني عرفاني شو قلك جلنار. بدك تعذريها، بعد ما عطتك هالفرصة وصدقتك صعب كتير ترجع تعطيكي غيرها، لأنه بعد هيك موقف صعب لو شو ما حكيتي مستحيل تصدقك. تتذكري قديش نصحتك وقلتلك جلنار؟ ما بصير تضلي عايشة بالأوهام هيك، ممكن يكون هالزلمة مات من زمان، ما في شي بيأكد إنه لساته عايش. اسمعي مني وخدي بنصيحتي من شان مصلحتك، انسي خليل وشيليه من بالك، أحسن ما أنت متأملة بحدا ممكن يطلع ميت. إذا آسيا خطر لها تجي لهون واكتشفت إنك موجودة عنا، وقتها بحياتك ما عاد تحلم تشوفي ولادك. هلأ مو صفيان قدامك غير خيار واحد، بأسرع وقت تحملي حالك وتروحي على ملاطيا، وقتها بس ممكن أقدر دبر لك شوفة ولادك كل فترة. معك حق، بعرف إني عذبتك معي كتير هالفترة ومقدرة كل شي ساويتي. سهر أكتر وحدة موجوعة، كانت عايشة حياتها ومفكرتني ميتة. بتمنى ساعدك جلنار، بس أنت بتعرفي مو طالع بإيدي أكتر من هيك. مثل ما شفتي كنت عم دور معك على خليل. سهر ما أنا متقبلة وجودك أبداً، وإذا ضغطنا عليها أكتر ممكن تصير شي مشكلة كتير كبيرة. جلنار، أنت ضروري تنسي الموضوع وتركيه للزمن. انت هلا طلعي وريحي حالك، بيكون احسن من شان سهر. خايفه اذا ضلت شايفتك قدامها تغلط لها بشي كلمه من عصبيتها وتعمل لنا مصيبه. نحن عملنا اللي بنقدر عليه وزياده، ما عاد فينا نعمل شي. انا دائما واقفه معك، لا تاكلي هم، ورح أعمل كل شي بقدر عليه لساعدك، ورح خلي ولادك يسامحوكي وينسوا اللي صار، بس القصة بدها وقت، لازم تصبري شوي. ما بعرف شو بدي أقول، تسكرت بوشي كل البواب. كنت بتمنى أقدر ساعدك بأي شي جلنار. أنا حاسبت، يلا خلينا نقوم. وبالنسبة للشغل خلينا نحكي برا، لسه معنا وقت. بس أنا لسه هلأ طلبت القهوة، ما قلت لي إنك رح تطلب الحساب. لا تواخذيني، أنا استعجلت شوي لأني عن جد تأخرت. يلا منشرب القهوة وبعدين منمشي. بيكون بابا ناطرني، رح دقله مشان ما يقلق. وين صرت؟ بابا مشان هيك أنا اتصلت فيك، بس بدي أتأخر شوي، يعني شي ساعة زمن. ساعة وأنا عم استناك وما كنت تجي عمر، والله أعصابي فرطت، شو بك؟ بابا شو صاير؟ لا تكون تعبان أو مرضان، طمني عنك. لا أطمن، لقت عليك مو أكتر. لا تواخذني، بدي أطمن عليك وشوفك قدامي. أعذرني، بجوز كون زودتها شوي. خلص خلال ساعة بكون عندك، وأنا بعمل جهدي إني ما أتأخر بنوب. طيب ماشي، رح أستنى. آخ يا عمر، أنت نقطة ضعفي، كيف بدك ياني ما أكون قلقان وأنت موجود بين هيك ناس أندال؟ هني عرفوا نقطة ضعفي وخلوني على طول خايف عليك.
كثير صعب نلاقي بهالوقت تذكرة لمالطيا، وأكيد الرحلة الأخيرة راحت. طيب شوف غير مكان يا صالح، أكيد مو ضروري تجيب التذكرة من نفس الشركة، بدي إياك تروح فورا على كل الشركات وتسألهم. المهم عندي جيب لي هاي التذكرة وبس. طيب ماشي، رح أعمل كل جهدي. يلا روح معنا تبالا ما تضيع وقت. طيب. لما تروح من هون كل شي بيتحسن، بس بتمنى إنه ما تغير رأيه. جلنار، ما شبعتي بكي؟ بترجاكي بكفي بقى، قلبي ما عم يتحمل شوفك دائما هيك. مو بإيدي يا نوال، كل ما فكر إنه رح بعد عن ولادي بيحترق قلبي عليهم. بس أنتي مجبورة، طول ما أنتي هون الأمور كلها رح تسوء، أنتي أكيد بتعرفي هالشي. مظبوط مظبوط، بس ما عم بحسن استوعب هالحكي. رح حاول دبر لك تذكرة اليوم الصبح، رح تكوني بملاطيا. ليش اليوم؟ لسه قدرة ما إجا، خليني أشوفه قبل ما سافر. شو نيمتيها لروز؟ مين هذا؟ عمي انت اقعد، انا بشوف مين. شبك شوفي قدرات، شو صاير معك؟ لك ريحتك فايحة من كتر مشربان. فهمني ليش شربان كل هالقد؟ ليش هيك عم تساوي؟ لا تتدخل فيني، تركني. مو من شاني عم بحكي، من شان أبوك. إذا شافك بهالحالة بيقيم لي قيامة. خليه يشوفني، أصلاً مالي خايف منه أنا. بابا! لك أخي سكوت سكوت، هلأ بيسمعك. اطلع فيني اطلع فيني، جلس بقى امشي. تركني بعد هيك. قدرة ليك، خلينا نطلع لفوق قبل ما يشوفك عمي. يلا معلش خليه يشوفني. بابا! قدرت؟ بابا أنا إجيت. بابا قلت لك سكوت، هلأ بيسمعك. شو صار لك؟ لك اتركني. ليش؟ مين قالك إني أنا خايف من حدا؟ خليه يسمعني. شو عم بيصير؟ شو هالحالة اللي انت فيها؟ ياسين ليك من واقف قدامي، طلع شوف بابا. احتراماتي بابا الحبيب. عن جد أحياناً ما عم بفهم عليكي أبداً جلنار. أنا عم حاول دبر لك تذكرة لتسافري وإنتي عم تحكي عن قدرة. إذا ضليتي هون أكتر ما رح أقدر وقف بوش سهر. كمان شربان ولا؟ لك قلي أنت قديش عمرك؟ آه؟ يا ربي. لا تجي جلنار، خليكي هون أحسن. يا ريت ما تتدخلي بهذا الموضوع لأنه عائلي وخاص، ما في داعي تكبر القصة أكتر. بدي أقضي عمري وأنا عم حاول خليك زلمة؟ جاييني بآخر الليل وإنت شربان؟ شو صار هلأ؟ ليش كل هالقد معصب؟
يلي بيسمعك عم تحكي هيك بيقول هذا مو شربان بحياته. مانك مستحي من حالك وكمان عم تجاوبني؟ قدرة سكوت عمو بترجاك، هو مو صحيان، خليه يطلع لفوق وبكرة الصبح بس يصحى بتحكوا مع بعض، شو رأيك؟ لك أنا لما كنت بنفس عمرك بهالحالة مو بس ما أجي على البيت، حتى ما كنت استرجي مر من قدام الباب. على الأقل نحن كنا نحترم أمنا وأبونا، ما كنا قليلين أدب مثلك أنت. ايه كتير مزبوط صداتك. اسكوت اسكوت. انا بعرف كيف سكر له تمه لهالقليل. عمو طول بالك عمي. عمو الله يخليك. عمي ليك بعدك من هلا ورايح انا بهتم فيه، ما عاد خليه يرجع على البيت ابدا وهو بهالحاله هي. بترجاك سامحه هي المره كرمالي، كرمالي انا عمو. ما عاد الك سياره من اليوم ورايح، مو انت يلي بتستاهل تكون معك. خد ابني من هلا ورايح هي السياره الك، هي هديه مني الك بمناسبه العقد. عمو بس. لا بس ولا شيء ابني، من هلا ورايح السياره الك، لانه هالغبي اللي قدامك ما بيستاهل شيء. اصلا ياسين هو ابنك الحقيقي وانا شو ما عم افهم، كانه متبنيني. ولك ولك مو لتصير زلمه بالاول. انا ليش عم اعذب حالي معك؟ الحمد لله يلي في ياسين، على القليله عندي ابن اخ ما رح يضيع لي تعبي على الفاضي. عمي شو هالحكي، قدره لساته صغير لازم نتفهمه شوي. عمو لا تدافع عنه بنوب، انا بعرف شو في عندي. هالبني آدم ما بصير زلمة لو شو ما صار. بكفي بقى بكفي، هاتوا لهد. كل همك هو هاي السيارة؟ الشي الوحيد اللي همك هاي السيارة مو؟ طيب رح فرجيكم شو رح أعمل هلأ. أنا رح وين رايح؟ تعال هلولا. قدرة لوين رايح؟ قدرة أنت خليكي بعيدة، روح شوفه بلا ما يعملنا مشاكل بنص الليل. قدرات ما بصير تسوق السيارة وانت بهالحالة. قدرات قدرات أنا ما عملت شي ياسين، أنا مو قصدي ياسين. افتح عيونك أخي، كل مال الله ياسين. أخي يا ربي ياسين رد على هنا. ياسين حبيبي افتح عيونك. ياسين رد علي. أسماء اتصلي بالإسعاف. عمي بترجاك اعمل شيء لياسين. أسماء نحن بناخذه على المشفى، قوم جيب السيارة. ابني حبيبي تحمل بس شوي. سهر سهر تعي ساعديني. ابني اهدى خلص قوم. بعدولي أنا بحمل. والله مو بقصدي، كان حاد استديني والله. طيب فهمان عليك، اهدى هلأ حبيبي وقوم معي. يلا تعال. كذاب انت، أصلا قتلت أخي ما كان حادث بالمرة. أسماء انت ملاحظة على حالك شو عم تحكي؟ عم بقلك انه كان حادث، يعني معقولة قدرة يعمل هيك شيء؟ معقول طبعا، بيعمل اكثر من هيك. هيك هو قلبه الحقود. قد ما بدك روح وتخبى ورا امك يا قدرات، رح روح اشتكي عليك ورح خليك تنحبس كل عمرك، مستحيل تنفض من هالعملة. اسماء يلا تعي. خالتي تعي حبيبتي. ابني حبيبي ان شاء الله ما رح يصير له اي شيء. يلا اقعد. هلا
هدي لي حالك شوي وخذ نفس عميق. ايه يلا ابني يلا يلا حبيبي يلا يا روحي اهدى شوي. ابني هلا انا صرت مجرم شي؟ لا سمح الله. مجرم شو؟ شو هالحكي هاد قدرات؟ امي بترجاكي انا غزيني صدقيني ما قتلته وانا ما بدي فوت على الحبس. امي تمام تمام ابني انت لا تاكل هم. قوم هلا تعالوا غسل ايديك ووشك يلا ابني يلا يلا حبيبي. استعجل شوي اخي سوق بسرعه كرمال الله. خالتي خاله رح يصير له شيء؟ لا حبيبتي ما رح يصير له شيء لا تخافي يا روحي ماشي. لك امشي خلصني امشي يلا. الله يحميك ويبعد عنك كل اذى. تحمل شوي رح نوصل. يا ربي امتحنتني 20 سنه باولادي وبحياتي ما عارضتك ولا يوم، وقلت بقلبي اكيد بيجي يوم وبجتمع في يوم. لا تدوقني حرمان ابني بترجاك بعد ما داب قلبي لحتى شفتهم. لا تختبرني فقدانهم يا رب. طلع فيني قدرة واسمعني، لا تخاف من أي شيء، ما رح خلي حدا يأذيك. طلع فيني سمعتني شو حكيت؟ قدرة أنا صرت مجرم أمي. قلت لك اهدى بقى. شوف ابني هذا كان حادث أنت ما إلك ذنب فيه بنوب. خلصنا شد حيلك شوي ابني ولا تخاف. خلصنا أنا رح أنحبس، رح يجوا ياخدوني على الحبس أمي. لا ابني قدرة أنا مستحيل خلي حدا يقرب عليك، مستحيل. سمعتني قدرات؟ وحتى لو شو ما صار لا تخاف حبيبي، طالما أنا موجودة جنبك مستحيل خلي حدا يضرك، فهمت؟ أنا قتلته لياسين. ابني لا تعمل بحالك هيك. بترجاك ساعديني رح يحبسوني. قدرات خلص ابني اهدى، ما رح يصير عليك أي شيء. اسمعني طول ما أنا عايشة ما رح خلي حدا يقرب عليك حبيبي. أنا صرت مجرم. أنا مشانك تحملت كتير يا قدرات. معقول اتركك يعني؟ أنا برأيي موضوع الدعوة ما في داعي له، لهيك اتصلي بالسيد محمود وخلينا نحل القصة كلياتها بدون ما نرفع دعوة بالمحكمة. تعرف شو عمر؟ من أول يوم شفتك بالجامعة حسيت إنه رح نمشي بنفس الطريق سوا، وقتها قلت بقلبي إنه هالشاب رح يكون له أهمية خاصة بحياتي. إيه أكيد، ورح نشتغل سوا شغل كتير مهم. أكيد أكيد، بس قصدي إلك أنا مالي حابة نضل بس شركاء بالشغل أنا وياك. عمار. ايه أمل؟ أنا بصراحة عندي موضوع مخبيته عنك من فترة طويلة. خير احكي شو هو؟ خليني اشوف مين قليل الذوق اللي عم يتصل. لا تقولي هيك، ممكن يكون شي مهم. أهلا وسهلا نوال. أمل أنت وين؟ دعوة. تركيني من عمر هلأ، تعي بسرعة لأنه في مشكلة بالبيت. اختي أنا اليوم مو فاضية أبداً، ممكن نأجل الموضوع لبين ما خلص؟ أمل لا تعدي تقلي لي شغل وما شغل، تركي كل شيء وتعي على البيت بسرعة. قدرة ضرب ياسين بالسيارة. كيف؟ لا تبيني شيء قدام عمر. لا تطولي يلا عم بستناكي. تمام اختي جاي ما رح طول. خير ليكون في مشكلة؟ ولا شي، أختي قاعدة بالبيت لحالة وضايق خلقة وقالت لي تعي نتسلى. عمر منحكي بالموضوع بعدين، لا تواخذني بدي روح. طيب يلا رح وصلك. ما في داعي عمر، هلأ بركب تاكسي وبيوصلني على البيت. أنا رايحة ومنكمل موضوع الدعوة بكرة بشوفك.
قلي شو صاير معه؟ ضربته سيارة. طيب رح أخبر الدكتور يجي لعندكم. انتو خليكم برا. دكتور أخي ضربته سيارة وهو غايب عن الوعي، بترجاك روحوا ساعده دكتور. تمام اهدوا لو سمحتوا. مين منكم من أهل المريض؟ نحن أخواته وهذا بيكون عمه. طيب ماشي، حدا منكم يعمل له أدبارة. طيب يلا أنا رايح لساوي كل شيء، أنتوا استنوني هون. ساهر في شي جديد بنتي؟ لا عمي لسه عم نستنى ليطلعوا. اخي ياسين اخي رد علي. لوين هلا رح تاخذوا ابني؟ شو يلي عم بيصير؟ لوين اخذينه لاخي؟ بعد العمليه بشرح لكم عن اذنكم. لشو العملية؟ شو صاير مع أخي؟ احكي احكوا لي عملية شو، جاوبوني حدا يرد علي منكم. اهدي بنتي روحي من وشي هلأ، بترجاك يا ربي حميني أخي ياسين. أختي شو رح يصير؟ اسمع إذا ياسين بصر له شي شو بدنا نعمل وقتها؟ شو بدنا نعمل؟ اهدي شوي أختي. قدرات بكفي هيك بقى، ريح حالك شوي. أمي خالتي لسه ما اجت وأبي ما اتصل كمان، أكيد صاير شي ماله منيح. ها أكيد اجت. خالتي خالتي من شان الله ساعديني، والله أنا ما عملت شي بدون قصدي، ضربته بالسيارة. طيب اهدى لشوف، معقول تسوق وانت بهالحالة قدرات؟ ادعي لياسين ما يصير له شي. أمل انت شو فكرة حالك عم تساوي؟ صار لي ساعة مهدي لقدرة وجاي حضرتك هلأ مشان تقولي هالحكي هاد؟ فكري لي بس كيف بدنا نطلع لقدرة من هالشغلة. جنان اعملي لي قهوة سادة. أمل جنيتي شي وقت قهوتك هلأ؟ أكيد مو مشاني أختي، مشان قدرت. بالأول خليه صحصح وبعدين منفكر منيح شو بدنا نساوي. قال عم يتخبى ورا مرت عمه، قال حادث. قال أي حادث هاد؟ أصلاً هو من الأول بيكرهنا. لك ولا مرة قال لحاله هدول بلا أم وأب، ولا مرة فكر إنه يحط حاله محلنا. إذا أخي بيصير له شي بدي شرشحه بالحبوس. بكفي بقى أسماء سكتي. شو نسيتي إنه عمو داود واقف هون معنا؟ يلي عم تحكي عنه ابنه. شوفي اطلعي عليه، مالك شايفة كيف وضعه؟ هو كمان خايف عليه مثلنا، أصلاً كنا خايفين إنه يصير له شي. لو سمحتي اهدي بقى شوي. احكي يلي بدك يا أختي. قدرات رح يتعاقب على الشي اللي ساواه. أكيد أنا بحبه لعمه، بس أخي إذا بصر له أي شي صدقيني أنا ما رح شوف حدا قدامي، فهمتي؟ سكتي أسماء شو هالحكي؟ صحي؟ ليش ما خطر ببالي من الأول؟ أسماء؟ أسماء لوين؟ عمر مساء الخير بابا. واخيرا اجيت، قلقت عليك كتير. انا منيح بابا، بس انت كيفك؟ كتير حكيتني اليوم بابا، حسيت حالي مثل الاولاد الصغار. اصلا انت هيك يا روحي،
قد ما كبرت رح ضل خايف عليك يا ابني. حتى بصراحة اليوم خفت عليك زيادة، وإذا الله راد وصار عندك أولاد بتفهم شعوري. خير إن شاء الله. تفضلي أنسي أسماء. بعتذر منك، عم بتصل فيك بهالوقت المتأخر. ولا يهمك، تفضلي. أخي صار معه حادث ونحن هلأ بالمشفى. شو عم بتقولي؟ قليلي كيف وضعه؟ هلأ بالعملية عم نستنى يطالعوا. بس إن شاء الله ما يكون في شي خطير كتير، الله يعافيه يا رب. اسمعني منيح، أنا فوراً بدي إياك تبلش بالإجراءات القانونية بهالموضوع إذا بتقدر. طيب تجي. تمام، انتو بأي مشفى هلأ؟ إيه طبعاً بعرف وينها. تمام، جاي لعندكن. بابا أنا لازم روح فوراً. خير، مين اللي اتصل؟ هي أسماء، بنت أخوه لسيد داود. بنت أخوه؟ إيه، أخوها مساوي حادث، حسب ما فهمت إنه أسماء بدها ترفع دعوة على اللي ضربه. هذا ابن لجلنار. قلت شي بابا؟ لا لا، ما في شي مهم، طمني ابني بس تصل. الله يعافيه بأسرع وقت. آمين. أنت لا تستناني بابا، أنا احتمال تأخر شوي، لهيك نام وريح حالك. لهلأ ما حدا طمنا عنه، بدي أفهم ليش هيك طولوا. سهر حبيبتي اهدي شوي، أخونا ياسين قوي، هلأ بيطلعوا من الضمة، بعدين شوفي روز كيف خايفة. يا ريت لو كنت أنا بدال أخي ياسين بغرفة العمليات. بنتي طولي بالك، بإذن الله أكيد رح يتحسن أخوك. أمي خاله ما رح يموت، ما هيك؟ شو هالحكي حبيبتي؟ خاله ما رح يصير له شي، تمام؟ طيب ليش أمي عم تبكي كتير وزعلانة؟ لأنه ضايقت شوي على خاله. استني أمي، ليكي اسمعيني شوي بلا ما روح معك. هلأ بتخانق مع أسماء. ابني شو حكينا بالبيت؟ كل جيتنا لهون منشان نحكي مع أسماء ونهديها، وهي خالتك معنا، إذا صارت شي مشكلة رح توقف معك، لا تقلق. إذا ياسين مات ما رح يطلع بإيدي شي، لهيك ادعوا لربكن إنه يعيش. لا قدرة، مستحيل يصير له شي. أنت لا ترد على خالتك، هي بس عم بتخوفك مو أكتر. يلا ابني امشي. شو عم تعمل هون انت؟ اسماء اهدي لو سمحتي، قدرة رح يطق من كتر البكي، هو كتير خايف على ياسين. خايف على ياسين لكان؟ اسماء بنتي تعال شوف امشي. اسماء لوين اخدتي؟ تركي ايده للولد. امشي اسماء. ما عم تقول خايف على اخي؟ تركي ايدي. ليش؟ مو قلت طول الوقت عم تبكي ومنشان هيك اجيت لهون؟ امشي قلتلك. ها؟ شوف اخي اللي خايف عليه كتير عم يموت هلأ بسببك انت يا قدرة. أسماء تركي بقى، أنت شو عم بتساوي؟ بنتي قدرة ما عمل هيك قصدا. لا تحكي ولا كلمة. أسماء بكفي بقى، اهدي كرمالي. ما بدي اهدى أبدا. قدرة طلع بوشي لأشوف. عم قلك اطلع، مبسوط هلأ؟ بنتي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ معقولة ياسين يكون بهالحالة وهو يكون مبسوط؟ أصلا هو مسائل على حدا، قال خايف على ابن عمه. أصلاً ابنك قدرة كل العالم تعرف قديش هو بيكرهنا، متأكدة إنه ما نزعلان عليه. أسماء بكفي بقى،
صدقني رح اشتكي عليك، رح تتعاقب على كل شي عملته يا قدرات. ايه وطي صوتك اسماء، نحن بالمستشفى. نوال هذا شو جاي يعمل هون؟ داود لا تعصب هيك بسرعة، قدرة خايف على ابن عمه ياسين كتير، بالزور لحسن تهديه بالبيت. خديه من هون، ما بدي شوفه أبداً، أحسن ما أغلط بحقه شي غلطة. طيب أنت اهدى داود، عم بيقلكن إنه كان حادث ومو بقصده. قلتلك خديه من وشي نوال، يلا. يلا قدرة امشي، خلينا نرجع. أمل وأنت تعالي. تعالي عدي. يا رب ما بحسن خبي أي شي عنك، أنت بتعرف اللي صار، حتى شايف كل شي. الندم اللي بقلبي ما حدا غيرك بيعرفه. يا رب من شان ابني يعيش، خليت هالمرة تعيش كلها سنين متحسرة على أولادها. أنا ما حسنت إني أتجاوز هالامتحان. لا تختبر حدا بولاده اللي هن أغلى شي عنده. أنا مستحي إني أطلب منك السماح يا رب، بس بترجاك إنك تساعد هالمرة. صحيح بعدين اجتمعت بولادها، بس لا تخليها هلأ تتحسر على ابنها. وش في لابنها ياسين؟ يا الله كل واحد عنده أولاد تحميله ياهن يا رب. Geçer sanmıştım aylar geçti unutmadım seni gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda gözlerindeki için ben yıllarca beklerim.